بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا نادينا على الناف هيدر والناف والناف منيو. دلوقتي عايزين بس نديزاين الناف هيدر دي. هروح افتح الناف هيدر، نعمل لها اي شكل كده، صورة وعنوان وكلمتين يعني، عشان تبقى شكلها شكل ايه اللي هيبقى الهيدر فوق المنيو يعني لما تفتح السايد منيو اللي عندي على الجنب الشمال. طيب، فانا طبعا عندنا كان عندي اللينير، كان اندرويد، هديها برضو الاب اللي هي ريسورس اوتو، وانا كده كده مديها الاورينتيشن بتاعتي فيرتيكال، هو واخدها فيرتيكال وماتش بيرنت، ماتش بيرنت ما عنديش مشكله. تمام، اللينر لي اوت اللي هي الاساسيه اللي انا هبني جواها الناف هيدر بتاعتي. تمام، طيب الهايت عملتها ايه؟ 200. وهبدا اعمل لها الباك جراوند، بكره اديها لون يعني، هنسخ الالوان قدر ما اقدر يعني، وكل واحد طبعا يقدر يلعب ديزاين والتصميم والالوان تطلع بشكل احسن من كده. فهديها مثلا بالهكساديسيمال كود كلر، اديتها مثلا لون معين اللي هو طلع على الشمال ده في سطر 8 كده جنب كلمه 8 كده، اللون ده حاسه هيغير طبعا. جرافيتي هدي له مثلا في الجرافيتي باتن. تمام، و ادي له بادنج، ممكن ادي له بادنج من الليفت عشان ما يبقاش لازق في الطرف الشمال خالص، قد كده يعني سبيس كده بسيطه، ما يبقاش الكلام كله لازق في الشمال قوي، ياخد سبيس كده بسيطه. وممكن ادي له بادنج من الباتن ما ينزلش تحت قوي برضو، يعني سبيسز كده بسيطه عشان ننسق العمليه بس بتاعت العرض. طيب، دي كده كانت ايه، ادي الشكل بتاعنا اهو اللي بدأ يظهر، الحته اللي هتبقى فوق دي واخدين بالكم، الحته اللي تبقى فوق. ممكن اجيب صوره واحطها هنا، اختار اي صوره دلوقتي، اي كلام يعني، اي افاتار كده، اي حاجه. ما انزلش كده، انا ممكن اعملها بالكود مفيش مشكله. فانا هقول له إيه؟ انا عايز انزل ايمج، اسف الايد كابتن، ايمج باتن، ايمج فيو، اسف مفيش باتن، انا عايز ايمج فيو بس. ايمج فيو واديها الويدث واديها الهايت، الويدث بتاعها مثلا راب كونتنت على قد الصوره والهايت على قد الصوره وخلاص. تمام، الايمج فيو المفروض بعد كده ممكن نعملها دايناميك، بعد كده ممكن نخليها صوت الشخص، ممكن نخليها الايكون بتاع الابلكيشن يعني على حسب. بالنسبه للاب اس ار سي اللي هو السورس او المسار بتاع الكومبات، المسار بتاع الصوره اللي احنا عايزين نحطها يعني. فهقول له خش على ام اي بي ماب، وهقول له الاي سي لانشر، دي صوره اللي هي الايقونه اللي بتلانش او ما بتقوم الاب بتاعك، اللي تبقى في الغالب الديفولت بتبقى ايقونه الاندرويد دي، عشان بس ما فيش وقت ان انا ادور على صوره او اروح اجيب صوره وبتاع، مش مشكله. الفكره بس انت بتدي له مسار بتاع الصوره او باي طريقه احنا اتعلمناها قبل كده. وعملت اديتها اي دي سميتها ايمج فيو، وعملت لها مارجن هوامش، فده طلعت للصوره. تمام، طلعت لي الصوره على زي ما احنا شايفين كده على جنب الشمال، وديتها مارجن بس من الطوب هامش من فوق يعني. خلاص، دي الايمج ايه، دي الايمج فيو اللي احنا حطيناها. تحتيها احط تكست فيو عادي جدا، بس يكون حجم خطه بس كبير شويه، هنكتب فيه التايتل الرئيسي، وممكن نحط تكست فيو تاني تحتيه، نكتب فيه التكست الصغير، يبقى كده عملنا الهيدر عشان نحط تحتيها بقى الايه، المنيو بتاعتنا. دي الفكره. فاحنا دلوقتي بنصمم بس، بنعمل ديزاين للناب هيدر بتاعنا. عملنا الويدث والهايت، وبعد كده التكست قلت له الاب تايتل، اكتب عنوان الابلكيشن بتاعي، لان فكره الناب دريور دي اصلا زي ما اتفقنا بتقوم الابلكيشن كله، بيبقى قايم على فكرتها وكله بيمانج من خلالها، فعشان كده محتاجين نظبطها بالظبط ونعرف كل حاجه فين وبتستعمل ازاي. التكست كلر ممكن اديها لون يكون مثلا فاتح، بما ان الخلفيه شكلها غامق شويه. وادي له مثلا تكست ستايل بولد مثلا، خط تقيل شويتين وخلاص يعني، ماشي الحال. هاخد كابي بيست من تكست فيو، طبعا ده العنوان اهو صغير صغير صغير، ماشي مش مشكله. اعمل بيست، ويبقى عندي تكست تاني تحتيه. الويدث عرضه يبقى الراب كونتنت على قد ما الكلام يجي، واشيل ان هو ما يبقاش بولد مثلا على السنه، اصغر منه شويه. وبدل الاب تايتل هكتب اي ايه، اي ديسكريبشن بسيط توضيحي لايه التايتل بتاع الاب بتاعي. تمام، مثلا يعني سي يمسح، مش لازم يعمل تفصيله.
ايا كان النص، بس بنرسم الشكل بتاعها، فهيبقى المنظر بتاعنا بالشكل ده. ان في عندي نكبر بس. ايوه تمام، بقى عندي ادي الايه، ادي الصوره وتحتها الاب تايتل وتحتها الايه التكست اللي احنا شايفينه ده. كده كنا عملنا الديزاين للحته الاولانيه بس بتاعت الايه العرض. طبعا لو احنا حبينا نرن دلوقتي هنشوف شكله اهو في العرض بتاعنا، ادي الايقونه وادي الايه التايتل والتكست اللي تحتيه، ونكمل مع بعض ان شاء الله.